كنا بيتي 3 دون دومبيرو وكيف ما ورينا بديك لي كنا قلنا لو سيت نلقاو فيه براتيكمون لو تو لو بروسيسوس دو بروغرام. نجات يسامة مكلف بالإشراف على إدارة ترشيد استهلاك طاقة والمنسق الوطني لمشروع تحالف البلديات نجل انتقال طاقي. الورشة هذه تندرج ضمن مشروع تحالف البلديات نجل انتقال طاقي اللي تشرف عليه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، واللي تم اختيار 7 بلديات نموذجية، منها بلدية القروان، باش نعاونوا البلديات هذوما انهم يحطوا خطة عمل للانتقال الطاقي على المستوى المحلي. وكانت بلدية القروان بين البلديات النموذجية اللي انخرطت في المشروع هذايا، واللي وضعت خطة عمل للحد من الاستهلاك الطاقي على المستوى المحلي وعلى مستوى المنشآت البلدية نتاعها. واللي منها هي انطلقنا في الورشة هذه، حبينا نجيبوا البلدية النموذجية الأخرين باش ياخذوا الخبرة اللي قدمت فيها بلدية، خبرة اللي خذتها بلدية القروان في المشروع هذايا، وأنهم باش يحاولوا ياخذوا نفس الطريق ونفس الثنية اللي خذتها البلدية متاع بلدية القروان في إنجاز المشاريع الطاقية متاعها اللي انبثقت من خطة العمل ولا خطة الانتقال الطاقي اللي عملتها البلدية. المشروع هذايا ما يهمش كان في المرحلة هذايا يهم 7 بلديات، ما في المجموع يهم 350 بلدية. والخطوة الأولى اللي بدينا فيها هو بطبيعة مادام عندنا بلديات نموذجية، بدينا بال7 بلديات هذوما، ما تم تعميم التجربة، باش يتم تعميم التجربة هذيا 350 بلدية، وباش نقوموا في المرحلة الأولى بإنجاز تدقيق طاقي شامل للمنشآت البلدية اللي هي التنوير العمومي، المباني الخاصة بالبلديات والأسطول السيارات لل350 بلدية اللي باش ينطلق إن شاء الله في أول سنة 2022. منها هي باش نحطوا منظومة للمتابعة ورصد، للمنظومة إعلامية للمتابعة ورصد الاستهلاك الطاقي، اللي هو باش يخلي الإمكانية لرؤساء البلديات وللمسؤولين البلديين أنهم يتبعوا الاستهلاك الطاقي متاعهم، وأنهم معناها يلسو كومبار بينات بعضهم بلديات، مش بتبيع ما نجموش يكومباريو رواحهم بالاستهلاك، معناها يقارنوا رواحهم بالاستهلاك، ما بش يكونوا فما مؤشرات طاقية تمكن أن نقارنوا بين بلديات كبار وبلديات صغار. وبالنسبة للمنظومة ذي بش يكون مفتوحة للعموم، بتبيع فما بعض المعلومات وبعض المعطيات الفنية والمالية اللي ما نجموش نخرجهم، ما بالنسبة للمؤشرات الطاقية المواطن ينجم يدخل يقارن بين البلدية متاعه والبلديات الأخرين. وهنا باش نعطيه حتى بريفيليج للبلديات اللي باش تستعمل الوحدة ذي، باش تستعمل المنظومة الإعلامية ذي، أنهم يتمتعوا بمنح بالنسبة للمشاريع الطاقية متاعهم تنجم توصل حتى ل 70%، والحد متاعهم يوصل حتى ل 200,000 دينار. هذا كانت سبع شوي المعايير، أو وقتاش نقولوا راهي بلدية يعني قاعدة تتبع في الانتقال الطاقي ولا تقتصد في الطاقة وإلا تحافظ على البيئة. هو في إطار المشروع هذايا الحاجة الجديدة اللي باش نحطوها على المستوى الوطني هي علامة جودة طاقية اسمها لابيل أكت. لابيل أكت هذايا والعلامة جودة طاقية أكت الخاصة بالبلديات اللي احنا ماخذينها من أن لابيل انترناسيونال ولا علامة جودة طاقية عالمية اسمها الأوروبيان إنرجي وورد. الأوا هذايا خذيناها حاولنا باش نحطوها على المقاييس نتاع البلديات نتاعنا وندبتيوها، ولا عندنا في تونس لابيل اسمه لابيل اكت، علامه جوده تقيه اكت موجوده في تونس. العلامه الجوده التقيه ذي تمس تقريب 6 ميادين. الميدان الاول هو توسكي اميناجمون دو تيريتوار، الميدان الثاني يهم لو باتريمون والمنشآت البلديه، الميدان الثالث يهم تنويع مصادر انتاج الكهرباء سواء كانت من تثمين الطاقي سواء كانت من الطاقات المتجدده. الدومين كات اللي باش نخدم عليه هو لا موبيليتي، هو انك كيفاش البلديه تنظم التنقلات الحضاريه نتاعها على مستوى المحلي باش تحد من استهلاك الطاقه على مستوى
شبكة الطرقات نتاعها، وزادة أنها تنظم التنقلات نتاعها باش تحد ما كل ليزومبوتياج وتحد من هذوما، ونية تنقص في الانبعاثات الغازات الدافئة المنبثقة اللي جاية من استعمال السيارات على المستوى المحلي. التجربة نتاع اليوم عرض تجربة بلدية القيروان في الانتقال الطاقي، ربما يتم ربطها بعديد الجوانب سواء الاقتصادية من ناحية التحكم في الطاقة والمصاريف، أيضا بيئية فيما يخص التلوث، وأيضا حتى فيما يخص البعد الأشمل هو التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الغازات الملوثة. هو الحقيقة القيروان والتي رائدة توا ويعطى بها المثل، الحقيقة توا مع شورى كان الكل رام يضرب بالمدينة القيروان، كانت معناها سباقة في عديد الميادين كما قلت لك، بكي سباقة في تحديد الواد وتوتيده وجر حتى في الميدان الطاقي. احنا توا قاعدين اليوم في يوم دراسي ما بين سبع بلديات القيروان ومعهم ستة بلديات أخرى اللي داخلين في البرنامج هذايا، اتحاد البلديات الحد من استهلاك الطاقة يسمى أكتو أليونس دي تيريتوار كوميونو في الماتريس دو الانرجي. احنا بلدية القيروان خذينا من اللول توجه انه نحب المدينة هذه تكون مدينة صديقة للبيئة، وخاصة الحد من استهلاك الطاقة، وانخرطنا في عديد المشاريع مع شركائنا، مع وكالة التعاون الألمانية، مع التعاون السويسري، مع زادة وكالة التعاون الأمريكي، هذوما وبدأت المشاريع. ثم كان لاحظتش في شارع بن سحنون يبدأ من الدهماني إلى طريق سوسة، هذاك الكل وقع تغيير الفوانيس نتاعو كل باللاد اللي هما يستهلكوا على الأقل الأكثر الطاقة نتاعو، ولكن سمعت الدراسات تقول لك يستهلك الثلث بركة نتاع الفوانيس التقليدي. وعندنا مشروع زاد ب100 مليون اللي هذا أنجزها، وإن شاء الله عندنا مشروع طوي بحول الله في الأيام القليلة القادمة والنهاية الأسابيع 250 زاد مليون في نفس الاتجاه لتغيير الفوانيس. هي كما تعرفوا بلدية القيروان تغطية الإضاءة العامة العمومية تفوت 90%، تفوت 90%، وقع استثمار كبير خاصة في النيابة اللي كنا فيها متاع اللي ما بين 2012 و2017، وقع استثمار كبير في الإضاءة، فتنا 90% تو، ولكن هذي كان عنده كلفة، أنه كلفة مالية كبيرة اللي هو تو فاتورة الاستهلاك الكهرباء تقارب 3 مليارات، زيد عليهم 500 مليون على الاقل او 550 مليون في المحروقات، معناها ولات كلفه دونك من الناحيه البيئيه. ثم من الناحيه الماليه احنا انخرطنا في عديد المشاريع ونجحنا الحقيقه فيهم، وتوا كما تشوفوا ان بلديه القيروان توا هي رائده، واليوم قاعدين نعرضوا في تجربه القيروان باش نشوفوا اولا كان ثماش نقائص ان نصلحوها، ولا كان ثماش حاجات معناها ايجابيه كيفاش نثمنوها ونطورها. احنا هذه كله باش احنا نعطيو سمعه طيبه لبلديه القيروان ونجيبوا لها التمويلات، وثم امكانيه التمويل ان شاء الله. هذا كما قلت لك احنا مشاركين توا في زوز مشاريع، مش مشاريع هي زوز طلبات افكار مع الاتحاد الاوروبي، وفيه معناها تمويل بالمليارات، واحنا تجاوزنا المرحله الاولى، معناها نجحنا فيها المرحله الاولى، وتو قاعدين نستناو في النتيجه نتاع التقييم النهائي، وان شاء الله عندنا حظوظ كبيره. مش دعايه اي لا حقيقه احنا نستناو في نوفمبر هذايا خروج النتائج، وعندنا ان شاء الله بحول الله بفضل ربي حظوظ كبيره باش نجيبوا منها تمويل بالمليارات. والثانيه ان اليوم أو بالأمس خرج زاد البرنامج الثاني اللي مشاركين فيه عن طريق وزارة التجهيز، زاد للمناطق العمرانية القديمة،
هذا زاد فيه تمويل زاد ينجم يوصل حتى لخمسة مليارات. وإحنا زاد تعدينا المرحلة الأولى وبنجاح، وتوا البارح أمس بس مشى الملف كامل، وهو ملف معناها ملف ملف بالحق، وجماعة اللي خدموا عليه نحب نشكرهم زين نستغل الفرصة اللي خدموا عليه تو أسابيع وإحنا نخدموا عليه. وهذا قلقنا في ناحية أخرى لأنه عطلنا مثلا رخص البناء، عطلنا رخص الربط بشبكات، ولكن إحنا رانا قاعدين نخدموا في مجالات أخرى اللي هي نجم تجيب تمويلات لمدينة القراوة. وهذه الكل تحسين، الكل اللي تحسين مستوى العيش متاع القراوة والرفع بمستوى المدينة اللي الحقيقة تشهد أصعب فترات تاريخها الطويل. نحكينا شوية عن البروغرام ناسيونال. دونك كيف نشوفوا سي نون دومين سي اكت فونتين pour le moment d'héberger en français mais on est en train de développer la partie arabe et la partie anglaise.